السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير الإخوة، لاباس عليكم، بغيكم تكونوا دائما بخير وعلى خير. كنشكركم دائما في كل فيديو ولا التعليق الجميلة اللي كتوصلني من عندكم، وهذا الشيء كيحفزني أننا نزيد نعطي ما عندي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الفيديو اللي فاش كنقلب في يوتيوب ما بانش ليا، يعني ما دواش عليه حتى واحد من ناحية النجارة، ناحية الحريفية. يعني خصهم هما يبينوا هاد البرودويات الناس حيت الله يحسن العوان. يعني كاين اللي عنده، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مثلا ما عارفهاش. هذا الشيء اللي كيخلي الواحد انه ما يعرفش الحاجه، ولا شاف هديجه وما عارفش سميتها. هذا الشيء اللي كاين اليوم. غندوي ان شاء الله على جوج برودويات اللي غادي يخليك مثلا الا عندك بيبان في الدار، بيبان ديالك ديال الخشب، كما كتعرفوا ان اي الناس كي مقبلين على البني ولا موديفيكاسيون ديال الدار ديالو كيفكر انه في البيبان. يعني البيبان كيتقاموا غاليين، كيقول لك راه الباب تقام عليا غالي، ولا طلب ليا النجار واحد الثمن، كيطلب ليا كذا. يعني غنخلي ان شاء الله داك الشيء كامل، غادي نهضروا على واحد البرودوي اللي هو رخيص في الثمن وكيعطيك واحد الديكور اللي هو زوين. راك عارف انتوما الشينوا تبارك الله داخله معنا، كيما عندها سلبيات راه عندها ايجابيات، وعندهم برودويات اللي هما عنده ان شاء الله على البلاكاج ديال البيبان اللي هما ها هما تقراوها دابا هنا في السميه ديالها، كتشوفوا التصاور ديالها اللي هي كتسمى بارامونت دو بورت اون اتش دي اف. يعني الاتش دي اف هو صحيح غادي نديرو عليه توا فيديو ونشرحو شنو هو الاتش دي اف ونشرحو شنو هو يعني الام دي اف، حيت هو عرفتو نتوما الام دي اف كيتصاوب هو بداك يعني داك الفتات ديال الخشب اللي هو عيان، وكيزيدو عليه البرودويات باش كيولي صحيح، والميلامينين هو داك الغطاء داك اللصق اللي كتكون من الفوق. والاتش دي اف واحد البرودوي اللي هو الخشب زايده فيه نسبه الخشب وزايده فيه قليله نسبه البرودوي، يعني كيخلي انه يكون صلب. هذا اللي كاين ها هو، كتبت لكم السميه ديالو، انتما كتشوفوا التصاور. يعني في حاله عندك باب مثلا، عندك باب وبغيتي تعاود ليه، يعني بغيتي تبدل ليه الشكل ديالو، ها هو ان شاء الله غادي نهضروا عليه دابا بعد الفاصل ان شاء الله. غادي ندوي ان شاء الله على هاد البلاكاج ديال، حنا نسميوهم بلاكاج لي بورت ياك. هما كتشوفوا هدايا يعني كاتالوغ ديالهم، ها هو يقدر كيبان لكم مزيان. يعني بارامونت دو بورت اون اتش تي اف مولي، الا درتيها في يعني في جوجل غتخرج لك بزاف ديال الموديلات يعني ديال الاتش تي اف. كما كتشوفوا يعني هانتوما الصور كيفاش كيكونوا البيبان وكيفاش كيوليو، كتشوف الصور ديالهم. هاد التصاور اللي كتشوفوا ديال البيبان راه كاملين من هاد الورقه كتجيب هاد الشكل بيضاء وفيها الزواقات بزاف ياك، وفيها عبارات. هانتوما هذا الموديل هذا راه غني عن التعريف، راه كلشي كيعرف هاد الباب تقريبا، هو اللي ولا يعني في الطوندونس يعني ديال الديور، كلشي كيختار هاد الباب هذا في هاد الرماج. وانا شخصيا راه دايرو عندي في الدار، اقسم بالله الا عندي في الدار، ودايرو حتى في باب في الدوش، وصراحه يعني كيصبر الماء. والغريب في الامر الثمن ديالو بسيط. حنا غادي نرجعوا للثمن، حنا غادي نوريو الموديلات، وانا كنوريكم في التصاور. ها نتوما شوفوا فيه الزواقات، يعني فيه بزاف ديال الزواقات راه عندنا، عفوا ها نتوما يعني فيه الزواقات. هو راه كيجي بيض ويمكن اصلا التنتيب اي لون بغيتي وتفيرنيه، وكيرجع الباب اش نقولوا كيطلع الباب محال واش غادي تعرفوا. ولكن يعني دابا البيبان ديال هاد البلاكاج كيتقامو تقريبا بواحد 1000 يعني 1300 1400 درهم، يعني كيدير الكادر ديال بواروج والعمارة، يعني على حسب الباب كيغلى الا كان بالكادر وفيه لابياج. ومسألة عاوتاني اللي كتكون حيت هو هذا كتكون العمارة ديال الباب، كاينة العمارة اللي عادية كيعرفوها الناس، وكاينة العمارة اللي كتكون بلي ام دي اف، يعني ام دي اف كتكون ام دي اف من هنا ومن هنا، وهذا كيديروه بلاكاج من هاد البلاصة، وبالتالي كيعطينا باب اقتصادي وباب زوين. يعني باب ماشي باب بلاندي، يعني ماشي هو كيعطيك بيبان زوينين. هانتوما كتشوفو
ها نتوما راه فيه بزاف د الموديلات ما يمكنش نبقى ندوز الكتالوج كامل. المهم انا عطيتكم السميه، دخل جوجل واجتهد شي شويه غادي تعرف الموديلات كاملين وغادي تشوفوا اول واحد اي شركه كتبيع النجاره يعني كتبيع عفوا الخشب وكتبيع هذا راه كتلقاهم عندهم غتسولوا عليها وغادي يعطيوهم لك اللي هو كيقولوا ليه بعد حريفيه سميرنا. سميرنا نسبه لواحد اللي كنشوف انا هنا كنشوف واحد الموديل سماو سميرنا وكنت كنقول انا هاد سميرنا يعني شنو هي سميرنا. في الاخر اكتشفت انا راه كاينه في هاد الكتالوج واحد الزواقه سميتها سميرنا. انا كنقلب عليها دابا هنايا، ها هي دابا هادي ها هي هاد الزواقه كيقولوا لها سميرنا، ها هي السميه ديالها سميرنا. والعبارات اللي فيه هو العبارات راه دايرينها هنا، صبر نعطيكم دابا العبارات باش الناس، وغنعطيكم الثمن ان شاء الله. الثمن ديالو بعدا الثمن ديالو كيتلعب في الورقه ما بين 65 درهم الورقه ياك حتى 85 درهم 80 درهم، يعني على حسب الشكل وعلى حسب الموديل وعلى حسب والعبارات اللي كيكونوا فيه. يعني كتشوفوا في الشيمه هنا كاين لارج وكاين لافوتور، فاش كنقولوا كاين العبارات عندنا سيدي عندنا 67 سنتيم ياك، وعندنا في كاينه عندك 2 متر و 15 وكاينه فيها 77 وكاينه فيها 85 وكاينه فيها 92 وكاينه فيها متر و 2. هادشي على حسب الكتالوج، يعني هادشي اللي كاتبين هنايا يعني ديما العبار كيبقى 2 متر و 15 يعني 2 متر و 15 في العلو. هذا يعني كيبقى اقتصادي بزاف. نمشيو ان شاء الله بعد الفاصل نرجعوا للكونتر بلاكي ياك، خليكم معايا ورقه وستيلو. اهلا وسهلا، يلا كلشي جبد معايا ورقه وستيلو باش نبداو هاد الخير. راه نقيدو انا في ورقه وستيلو حيت كاين فيه العبارات وفيه يعني اثمنة مختلفين اللي هو كونتر بلاكي. كونتر بلاكي معروف، كونتر بلاكي كاين هو فيه ديال الروكو وكاين فيه ديال الليتر هو كتشوفوه في التصاور، وكاين فيه ديال لاكاجو وكاين فيه ديال الشين وكاين فيه ديال الفان. يعني حنا نهضروا على هاد خمسه هاد الموديلات اللي هما متداولا عندنا وكنخدموا بهم بزاف، يعني كان الناس تقريبا كيعرفوا هاد الموديلات. هادو هما اللي كاينين، يعني الروكو والليتر ولاكاجو والشين والفران. هادو دابا هاد خمسه ديال الموديلات هما غادي نقولوا ان شاء الله الاثمنه ديالهم. غير هاد الورقه هادي كتباع هي بالمتر كاري، يعني المتر كاري غادي نوريكم. حنا غادي نديرو واحد العمليه حسابيه وغادي نحسبو وبالتالي ان شاء الله غادي نخرجوا الورقه. ما كتقامش كتقام رخيصه ما غالياش، هي الجميل فيها ان فيها العبارات، يعني الناس راه كيديروها ماشي غير ماشي في البيبان، يعني كيديروا حتى في لابياج ديال هانتوما كتشوفوا في التصاور ديال المكاتب، يعني لابياج ديال البودرات، يعني دخلت هي في الديزاين، يعني دخلت في هذا الشيء ديال التطوير العقاري وهذا الشيء ديال يعني الديزاين ديال الانتيريور. وتا هانتوما كتشوفوا يعني البيروات كيديروا في البلاكارات في الكوزينات، يعني ولات شي حاجه اللي هي خدامين بها سما، يعني خدامين بها الناس في اوروبا وخدامين حتى المغرب خدامين بها هنا. هذا كونتر بلاكي هذا اللي كاين، ها نتوما راه فيه بزاف ديال لي سمك. حنا كندوا على السمك الصغير ديال البلاكاج، حنا غادي ندوا دابا قيدوا جبدوا معايا ورقه وستيلو. الناس اللي كيبغوا الديكور ديال الروكو الثمن ديالو 108 دراهم المتر كاري، 108 دراهم المتر كاري بالنسبه للموتيف ديال الروكو. كاين عاوتاني اللي كيعجبو الزواقه ديال الليتر 90 درهم المتر كاري، يعني 90 درهم المتر كاري. والناس اللي كتعجبهم عاوتاني الزواقه ديال لاكاجو كي حتى هو ديال 90 درهم المتر كاري. وبالنسبه للشين، يعني الشين عرفتوا الرماج ديال الشين كيطلع تبارك الله زوين في الشوفه ديالو،
الثمن ديالو 100 درهم للمتر كاري، واللي تيبقى طالع شي شويه عندنا عندك الروكو طالع الرامج ديال الروكو معروف، والفنين ديال 102 درهم للمتر كاري. هنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو للعبارات. كاين العبار كيلقى يعني في الباب 2.5 × 75، يعني 75 في العرض، وفي الطول كتبقى 2.5 متر. هذا وكاين فيه العبار ديال 2.5 × 2.5، حنا كندوي دائما على 2.5. 85 كاين 75 يعني في العرض 85، وكاين مترو وكاين مترو 22. هذا هو الجميل في هذا الكونتر بلاكي. هذا هو ورقه كتكون بحال هكا فاش وفيه هو فيه العبار الكبير وفيه العبار الصغير. كاين الورقه اللي فيها جوج، هذه الصغيره فيها 2.5 × 2.22، يعني ورقه كتكون فيها 2.5 × 2.22. هذه دابا فاش كنديروا لها 2.5 متر مضروبه في 2.22 شحال كتعطينا، وكنضربوها في داك يعني 90 درهم ولا نضربوها في 100 درهم ولا نضربوها في 108 درهم وشوف شحال كتعطينا. هذا باش كتعرف الثمن ديال الورقه. وكاين عندنا 2.50 × 1.53، هذا كيتحتاج في الناس اللي غيديروا مثلا التغلاف غيغلفوا ديال الديكورات بحال البيروات بحال المسائل الى يعني بياج الخيط. هذيك كنديروها غير هي كنزيدوا لها 4%، هذه 4% من كل مثلا 90 درهم غنزيدوا لها 4%، 100 درهم 4%، وهي كتخرج لكم داك العمليه حسابيه، وبالتالي كتعرف الورقه بشحال دايره. هنايا ان شاء الله نتمنى من الله ان تكون الفكره وصلتكم وتكونوا لقيتوا ورقه وستيلو. وما تنساش قبل ما تخرج دير لايك، دعم القناه باش حنا ان شاء الله اطلع الافكار وباقي تبارك الله اطلع الخير. هذا حنا غاديين وحنا اجور، يعني حنا كنتطوروا معاه وكيخليني انا نزيد نعطيكم هذا اللي كاين. وهنا غنقول لكم يعني لا ما نقل نقولها دائما، دير لايك وخلي واحد الكومونتير باش كتعطي واحد الانطباع زوين، وتا انا كنقرا لي كومونتير ديالكم. وهنايا كيكون فيديو ديالي سهله. تبارك الله عليكم، فكره جديده وفيديو اخر، الله يعاونكم.